Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hanis Hanani binti Hasban. InsyaAllah, fi hazal yawm, sa'uqaddimu anil mawdu' at-ta'zir. Awalan, ta'rifu at-ta'zir. At-ta'ziru lughatan, al-man'u wa at-ta'dib. Thumma, at-ta'ziru istilahan, uqubatu ghairu muhaddadah min qibal syari' matrukatu li ra'yi al-hakim. Ba'da dhalik, tujadu thalathat dalil ani ta'zir awalan fil Qur'an min surah An-Nisa fil ayah 34. Hadhih al-ayah dalil ala mashru'iyyat at-ta'zir li'anna al-wa'zu والهجر والضرب كلها من أنواع التعزير. ثانيا دليل من الحديث عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. ثالثا دليل من الإجماع أجمع العلماء على مشروعية التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة على حسب ما يراه الحاكم أو القاضي. بعد ذلك عقوبة التعزير. عقوبة التعزير لا حصر لها، ومنها التوبيخ والضرب والحبس وغير ذلك مما يفيد الردع والزجر. والتعزير خادع لتقدير القاضي واجتهاده بما يراه متناسبا وضمن القيود التالية: أولا أن تكون العقوبة مشروعة لا محرمة كالسحر والإحراق. ثانيا أن يراء الترتيب اللائق بالحال في القدر والنوع، فلا يرقى إلى مرتبة أعلى في العقوبة إذا كان ما دونها كافيا. وأخيرا أن تنتقص من أدنى الحدود وهي 40 جلدة. سنواصل إلى العفو. أولا يجوز للحاكم أن يعفو عن التعزير إذا كانت الجناية تتعلق بحق الله فقط. ثانيا ولا يجوز للحاكم العفو إذا كانت تتعلق بحق آدم إلا أن يعفو صاحب الحق عنه. إضافة إلى ذلك المسائل المتعلقة: أولا التعزير بالمال، ثانيا إذا كانت عقوبة التعزير من جنس عقوبات الحدود، ثالثا التعزير بالقتل سياسة وهو الساحر والجاسوس ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم. تنقسم التعزير بالقتل سياسة إلى 3: 1 قتل الساحر وعقوبة الساحر التعزير والقتل. ثانيا قتل الجاسوس، فقد أفتى الفقهاء بجواز قتل الجاسوس إذا يراه الحاكم. وأخيرا قتل سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتد عن الإسلام وعقوبته القتل، فيقتل سب النبي صلى الله عليه وسلم كفرا لا حدا بأنه قد خرج عن الإسلام. وأخيرا حكمة مشروعية التعزير: أولا إقامة العدل بين الناس ورد المظالم إلى أصحابها. ثانيا زجر الناس عن ارتكاب المعاصي والجنايات. وأخيرا حفظ حقوق الإنسان في التعايش بالسلام والإطمئنان. هذا فقط مني، شكرا جزيلا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.